سبورتس مع أنور سالم. أعزائي مشاهدي ومتابعي برنامج سبورتس مع أنور سالم في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، تحية طيبة وحلقة جديدة من البرنامج. وزي ما قالوا في الفوازير، شهر يعلم شهر، يكلم شهر، يسلم شهر، وأخيرا بقينا في آخر شهر من سنة 2020، السنة اللي كانت على ناس كتير سنة كبيسة بأحداثها وكل ما فيها. النهاردة آخر حلقة لينا في هذه السنة، عشان كده حبينا تكون حلقة مختلفة مميزة. والنهاردة مش هكون لوحدي، هيكون معايا إعلامي كبير شهير خطير كل الناس بتحبه وبتتابعه، عشان نعمل حصاد لهذا العام. معايا ومعاكم النهاردة الإعلامي الهلامي مفتاح أبو طاقية. اهلا بيك يا مفتاح. اهلا اهلا بيك يا استاذ انور، اهلا بيك وبجمهورك الغفير الكبير العريض. اهلا بيك. قول كلمه كده لجمهورك في البدايه. والله يا استاذ انور انت جبت الخلاصه. الحمد لله ان احنا وصلنا لاخر شهر، الحمد لله. والله الحمد لله وصلنا لاخر شهر، لان السنه دي كانت سنه كبيسه عبيسه حبيسه، والحمد لله والشكر لله. استاذ اقول لك استاذ ولا اقول لك ايه؟ يعني انا راجل متواضع، قول سي مفتاح وخلاص. يا سي مفتاح. ايوه يا ابني. ايوه، السنه دي كان فيها احداث كتير جدا من بدايتها وحتى نهايتها، وكان فيها كوارث. كان في طبعا لا صوت يعلو فوق صوت كورونا اللي بدا في السنه في شهر واحد ومستمر حتى الان. بدانا بموجه وفي الاخر برضو لسه عندنا موجه تانية، وما بين الموجه والموجه امواج عاتيه امواج عاتيه. كان في عندنا زلزال في تركيا، وانفجار في بيروت، واعصار في المكسيك، وتوفى الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وتوفى امير الكويت، وتوفى الظاهره الخطيره مارادونا، افضل من لمسه كره القدم في التاريخ. كان في عندنا انتخابات في مصر، انتخابات مجلس شيوخ وانتخابات مجلس نواب، وخرج ناس كتير من المجلس وحصلت مفاجآت كتير. وكمان كان في عندنا انتخابات في امريكا وتشكيك فيها، ومين نجح ومين ما نجحش، ومين فاز ومين ما فازش، وفي الاخر اعلنوا في الاخر فوز بايدن. بس لسه الله اعلم هيعملوا ايه في الفتره. الله اعلم، يمكن المفتاح هو اللي كسب وبقى رئيس امريكا. معقول؟ الله اعلم. معاك الجنسيه الامريكيه؟ نتصرف ونجيبها. كمان كان في عندنا احداث كتير مختلفه في الفن والثقافه والرياضه، وهنتكلم في ده على مدار الحلقه. بس انا عاوز اقول كده في البدايه، حضرتك قول لنا يا سي مفتاح زي ما انت عاوز تقول لنا، 2020 كانت بالنسبه لك ايه؟ لخصها لنا كده. والله يا استاذ انور انا كنت عامل اعداد كبير قوي اول الحلقه دي، بس بقول لك اسيبك من الاعداد دول وخليها على بركه الله. 2020 دي كانت السنه زي الفل. نبدا كده بشويه نقط. اول حاجه رقم واحد، يعني اشاعه طلعت يعني ولا اخبار كده محدش عارف ايه اللي حصل، ان في حاجه اسمها كورونا في الصين. بس احنا مالنا؟ الصين بعيده قوي قوي عننا، واحنا زي الفل وزي العسل وعندنا مناعه حاجه زي الفل. رقم اتنين، قال لك في شويه عواصف جايه على شويه امطار، احنا بس هنعطل الدراسه يومين نريح فيها العيال ونطمن ونطمن عليهم. امال ايه ينزلوا يعني كده في العكه والمطره؟ الواد يزحلق، الواد يقع في بلاعه، واد الكهرب بعمود نور، قعدوا العيال. رقم ثلاثة، الكورونا وصلت مصر الحمد لله على السلامة. اليومين اللي كانوا متعطل الدراسة بقى أسبوع، والأسبوع أسبوعين، والشهر بقى شهرين، والحمد لله والشكر لله. رقم أربعة، قعدنا في البيوت، القعدة طولت 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 طولت. يا سلام يا سلام يا سلام، الرجالة بقى رقصت وطبخت، والستات طفشت وطاقت، وإن شاء الله تتطلق والحمد لله والشكر لله. رقم خمسة، قال لك ان شاء الله اول ما الصيف يجي الكورونا هتروح ونبقى زي الفل. رقم ستة، الصيف جه والكورونا استخبى شويه، جاب عندنا شويه حاجات كده. اولا صيف بلا شواطئ ولا مصايف ولا خروجات، كان صيف زي الفل والله، يعني حوشنا شويه، بس حوشنا انا اللي كنا بنروح في المصيف عجلناها في الاكل في البيت. المهم واهم حاجه في الصيف ده كان يا استاذ انور الجونه، الجونه مهرجان الجونه، كان مهرجان زي الفل، فساتين اشكال والوان، واهمهم فستان الفنانه الكبيره القديره رانيا يوسف، ده اهم فستان انا شفته بصراحه. يعني رقم كام؟ احنا وصلنا لستة. رقم سبعة بقى، وده اهم حاجه، الحاجه اللي تخصنا شخصيا، الفنانه ياسمين صبري اتجوزت ابو هشيمه. قال ايه بيضحكها؟ طب ما انا ممكن اضحكها، ما علينا. رقم 8، ايه اللي حصل بقى رقم 8 دول؟ رقم 8 يا جماعه، خلي بالكم من الكورونا، يعني بقول لكم اهو رقم 8 اكدوا الكورونا الكورونا، وما زالت الكمامه في وجهي او في جيبي. انت جيت بكمامه النهارده؟ اه طبعا، هم يردوا في المدينه يدخلوني هنا، بل انت من غير كمامه؟ بس انا عندي كمامه اخمل لها خرم عشان الشنب. رقم 9، ولا كنا في رقم كام؟ رقم 9، الانتخابات، الانتخابات الاولانيه بتاعت مجلس الشيوخ.
رقم 10 المدارس، لازم العيال تنزل تتعلم مستقبلهم، يعني الباص مستقبلهم عشان الكورونا ما ينفعش. نزلوا تعلمهم، الولد اخد كمامته، اخد الكحول بتاعه، اخد اللانش بوكس بتاعه، المهم العيال نزلوا المدرسه. اي نعم في مدارس، المهم كله تمام وزي الفل، ويعني ومية مية ولا فرق الجمعيه. رقم كام دلوقتي؟ 10. ايوه رقم 10. انتخابات تاني، جت الانتخابات التانيه والساده النواب نزلوا بقى وبسوا في الجمهور وما تعرفش ايه اللي حصل بالظبط. رقم كام؟ شكلنا غلطنا، المفروض 11 دلوقتي. ده رقم 11 دلوقتي يا استاذ. رقم دلوقتي احنا داخلين دلوقتي في رقم 12. 12 ايوه. اتفضل. الكورونا صحت من النوم تاني، مش كانت نايمه من الصيف، الكورونا صحت من النوم وصحت. ايه اي حد يشوف كورونا 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 كورونا. رقم 13 بقى بيان هام وعاجل. الكورونا اللي عندنا مش دي الكورونا، في كورونا جديده اسمها كوفايد 20. قال ايه؟ اصل احنا قدرنا على كوفايد 19 فجابوا لنا كوفايد 20. هو رقم 13 دول يقفل السنه، سنه استغفر الله العظيم يا ربي، يعني مش هنقول سنه نحس بس يا والله سنه ربنا عدها على خير. انت جيت على رقم 13 هي قفلت بقى السنه. طيب. وبذلك نقول بعد اذن ما عليك هابي كورونا يير، ما معادش هابي نيو يير، هابي كورونا يير يا اولاد. بمناسبه هابي كورونا يير، معانا دلوقتي مكالمه مهمه جدا مع وهتكون مرات مفتاح. لا 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 ما تقلقش، الحمد لله كنت مجل والله. معانا دلوقتي خبيره الابراج منى احمد. استاذه منى اهلا وسهلا بيك. استاذه عمر كل سنه وانت طيب. مساء الفل يا استاذه منى. مساء الفل، اخبارك يا استاذ محمد؟ مفتاح معاك. محمد مش موجود، مفتاح اللي موجود دي فينا بره له. اخبار حضرتك يا سمونه؟ كل سنه حضرتك طيبه وانت طيب. اخبارك ايه؟ الحمد لله. كان نفسنا تكوني موجوده معانا بس بقى اللي حصل، يعني المره الجايه اكيد ان شاء الله لازم تكوني في حلقه معانا عشان تشوفي برج مفتاح في السنه الجديده. عيوني عيوني. استاذه منى انت اكيد طبعا بتشتغلي بعلم الارقام، كان لنا حلقه زمان فاكراها من حوالي 5 أو 6 سنين واتكلمنا فيها. اتكلمنا فيها على ان حضرتك بتشتغلي بالارقام وبتتكلمي على الابراج من منظور اخر. اكيد كان في ليك حسابات في سنه 2020، ايه الحسابات اللي صدقت معاكي وكانت مظبوطه؟ مش سامعه يا استاذ انور. بقول لحضرتك سنه 2020 كان ليكي حسابات رقميه، اكيد فيهم حاجه كانت صدقت. نعم كانت رقم 4. كانت رقم 4. طيب ايه الحسابات اللي حسبتيها في اول السنه وصدقت في اخر السنه؟ الحسابات احنا عملناها طبعا موضوع كورونا لما جه بوظ حاجات بوظ نفسيه ناس كتير، برغم ان 2020 ما كانتش سنه وحشه جدا خالص، بالعكس كل اللي عملته انها عرفت الناس طبيعه كل واحد، كشفت الاقنعه لكل واحد. بجد 2020 كان كشف الاقنعه للاشخاص. ايه اكتر حاجه حضرتك حسبتها بالارقام وتوقعت الارقام انه يحصل في اخر السنه وحصلت؟ الارقام اللي احنا حكيناها وعملناها اللي هي كل واحد اللي نفسه لازم ينظف الطاقه بتاعتي، بمعنى ان انا خلاص طلع 2021 وانا هقول يلا نفسي، يعني السنه دي نفسي ثم نفسي ثم نفسي. السنه دي 21 يعني امال 2020 كانت ايه بقى يا استاذه منى؟ 2020 ضيعت يا استاذه منى. يا منى يا اختي بصراحه، يا منى يا اختي 2021 دي نظامها ان شاء الله، هل زي اللي فاتت ولا اغمق ولا افتح ولا نظام؟ حلوه والله. رقم 5. رقم 5 ربنا يستر، يعني 4 كانت عامله كده، امال 5 هتودينا فين؟ طيب استاذه منى بالنسبه للارقام بتاعت زي ما الاستاذ مفتاح بيقول او سي مفتاح زي ما بيحب يتقال، سي مفتاح سي مفتاح. السنة الجاية إن شاء الله حضرتك قلتي ده رقم 5 وبتبشري إن شاء الله يعني يكون في خير بإذن الله السنة الجاية، بس أنت قلت حاجة خطيرة، كل واحد بيقول نفسي نفسي وحيوية. يا مسهل يا رب. طيب يا رب. إيه أكثر الأبراج اللي أرقامها بتقول إن هي هيكون ليها حظ في سنة 2021؟ برج الدلو. الدلو برج الأسد. والأسد برج الجوزاء والقوس. والجوزاء وإيه؟ والقوس. والقوس والحوت. والحوت مفيش عذراء في السكه؟ طيب لسه اقول لك اهو. وبعد كده بقى العذراء. ايوه. والطور. ايوه. والسرطان. يا سلام اخر واحد السرطان. طب بقول لك ايه، ما ينفعش انقل على الدلو، يعني شوفوا لنا حد كده انا عارفك والميزان. طب يلا استاذه منى احنا بنقول لك كل سنه طيبه، كان نفسي تكون موجوده معانا ونتكلم اكتر، بس بنشكرك على مداخلتك معانا وان شاء الله تكون سنه سعيده على حضرتك وعلى الجميع باذن الله. كل سنه وانت طيبه يا استاذه منى.
شكرا استاذه منى. يا رب الجايب احسن يا رب. يا رب مش ناقصه والله. سمعت السنه الجايه تبقى ايه؟ نفسي اما اشوفها بعيني. شوف مين السنه الجايه 2020. انا شفت اللي فاتت والحمد لله، نشوف الجايه بقى. ايه احسن حاجه حصلت لك في 2020؟ ما بلاش يا استاذ انور، يا قول خلينا نبشر الناس كام حاجه حلوه. الحمد لله والشكر لله، اهم حاجه حصلت لي دخلت المطبخ والحمد لله. الحمد لله بطبخ، الحمد لله. نعمل ايه يعني؟ انا سمعت انك هتفتح قناه للطبخ. ان شاء الله يا اولاد هعمل الشيف مفتاح، هعمل كل انواع الاكل مش حد يعملها، البيض المقلي والمسلوق والبطاطس المقلي. هو انت عشان شفت الشيف حسن وانت داخل خلاص بقى يا عم؟ يا رب يا رب اكتب عنا يا رب. انت من ساعه شفت الشيف حسن وانت داخل وقلت بس انا هفتح قناه للطبخ، مش عارف ليه مش هقول قدام الناس. انت عارف من جوه الواحد حته كده سودة. الحمد لله زي شنبك كده يا الحمد لله. طيب تعال ننقل على ملف تاني، ملف الرياضه. الرياضه اعزائي المشاهدين السنه دي كان فيها مصر كسبت كاس العالم، احنا اعتبرها كسبت كاس العالم الحمد لله. مش السنه دي كان في مجموعه من الاحداث الكتير بدأت في تقريبا بالنسبة لمصر طبعا في شهر فبراير. الناس توقعته فبراير الأسود على نادي الزمالك، ولكن كويس جدا كان فبراير الأبيض على الزمالك. لكن الزمالك بعد ما خد البطولتين ده، بطولة السوبر المصري والسوبر الأفريقي، شفنا بعدها حاجات ومحتاجات والدنيا كلها قفلت والرياضة وقفت وكل حاجة في مصر وفي العالم بالنسبة للرياضة توقفت. بعد عودة الرياضة وصراع عنيد عشان نبدأ نرجع تاني ومساحات وإجراءات احترازية، قدر النادي الأهلي يحقق الثلاثية، وكان الفوز بدوري أو الدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا والتأهل لكأس العالم للأندية. وفي نهاية كمان العام كان في قرار مهم جدا بإزاحة المستشار مرتضى منصور عن نادي الزمالك، يعني هنقول انه إزاحة او نقدر نقول انه هو إيقاف الله مؤقت. الله اعلم، ممكن تتلاقي جاي بكرة الصبح. كل شيء وارد، كل شيء ممكن. هيقول لك هاتوا اللي قال الكلمتين دولي ولي شاهد. بصراحة شوفوا يا جماعة، انا ماليش في الرياضة قوي، تعرف اني يعني نعم انا راجل رياضي وسمباتيك، بس يعني مش جو رياضة بس. يعني زملكاوي اصحابي ما يزعلوش، مش عاوز حد زملكاوي يزعل. في سنه من السنين الزمالك اخد باين مش عارف سوبر مصر سوبر افريقيا بطولتين ورا بعض، كاس الانديه كاس العالم الانديه ولا كاس العالم الانديه؟ لا ده زمان. ده زمان بدوري ابطال افريقيا واتلغى كاس العالم. السنه دي ربنا كرمه، ربنا كرم الزمالك واخد بطولتين في اسبوع الحمد لله. العالم كله وقف، فمش عاوز زملكاوي يزعل، بس كفايه كده بطولات على الزمالك، لان العالم عاوز يعيش، مش ياخد له بطوله كمان والقيامه تقوم. حرام والله، يعني حرام. مش عاوزين نزعل الزملكاوي حبايبي حبايبي، لان يعني يضربوني. طيب انا بس في استفسار صغير كده لو حضراتكم لاحظتوا، مفتاح سي مفتاح سي مفتاح أيوة. سي مفتاح أيوة. لابس جرافطه وحاطط في جيب القميص جرافطه، دي شياكه. انا جايب جرافطتين وجايب تصوير، اسيبهم بره يعني؟ حمدت بقى حته اناقه. طب قول لي ليه انت حطيتها بقى هنا؟ والله هي اناقه بس، يعني هي بص حته كده، انا حبيت اقول لك ان انا انيق بس يعني. وانا عاوز برضه اقول لك حاجه يا استاذ انور، لان كان في معانا ضيف جاي ولكن ما عرفش يجي. بابا نويل كان جاي معانا لكن عمل له مسحه، طلع الحمد لله عنده كورونا، فجاب ابنه معانا. هو راح فين؟ جاب ابنه معانا؟ جاب نويل، قال لي يطلع معاك الحلقه كده. هو اسمه ايه؟ نويل. ما هو بابا نويل. يعني ابو نويل يعني هو المفروض ابو نويل، بس عشان الناس الرقيقه دي بابا نويل هو ابو نويل، فجاب نويل معاه. طبعا المفروض ادوك هديه بس ده عشان يرجع لاصحابه، لان ده امانه بصراحه يعني. انا فكرتك جايبه لي هديه. يلا يا بابا روح ربي. يلا يا عم ربي عيالك. الله. طب ما عشان ادي لي عيالي. استاذ انوار، استاذ انوار اتفضل، خد ودي معايا كده وخليك استك. ايوه ما تقولش تمسك على الواحد. ماشي يا سي مفتاح. اتفضل. ماشي يا سي مفتاح. اتفضل. سي مفتاح. سي مفتاح، حرف السي. سي مفتاح. سي سايلنت. اتفضل. تعال نروح للفن حبيبي. انت بتعشق الفن. كان في عندنا مهرجانات كتير رغم الكورونا، كان في مهرجان الجونه، كان في مهرجان القاهره السينمائي، بس انا شايف حاجه تانية اهم من المهرجانات. انا شفت في سنه 2020 حدث مهم جدا، التطور الكبير اللي حصل في المجال الفني، خاصه لما شفنا في رمضان اللي فات مسلسل كبير بطولي ملحمي زي بتاع شهيد المنسي اللي هو الاختيار واحد، وكمان كان في مسلسل تاني اللي هو النهايه، ده كان خيال علمي. ففي تطور كتير في الدراما. كمان الفنان محمد رمضان جينا في اخر السنه وفي الاخر تم ابعاده مؤخرا عن عشان ما رضاش يشغلني معاه. عارف لو كان طلعني معاه فنان محمد رمضان طلعني معاه كان ربنا يبارك له، بس هو في حته سودا جوه عند الناس. ايه اهم الاحداث اللي عندك في 2020 بالنسبه للفن؟ شوف يا استاذ، اهم حدث عندي يعني قريب من الفن في البتاع ده هو
زواج الفنانة ياسمين صبري من رجل أعمال أبو هشيم. طبعا يعني مفيش هنا تكافؤ فرص، مفيش. هو بيضحك، طب ما انا ممكن اضحك. يعني ادونا فرصه، بس ادونا فرصه. ياسمين صبري كفايه، انت بتضحك. ياسمين صبري يعني اقل حاجه بتضحك مدام مفتاح، خلاص كفايه عليك. مين قال؟ انت بتضحكهاش؟ ايوه بضحكها كتير، بس الواحد يعني. وهي بتضحك؟ من كتر الضرب تعب، تعبت قوي. بتضحك عليك ولا ليك؟ الحمد لله. استاذ انور تجاوز هذه النقطه. نتجاوز هذه النقطة علينا ربنا يستر، وتعالى نروح لنقطة تانية. قول لي بقى، تعالى كده نختار كده مع المشاهدين أفضل الشخصيات سنة 2020 بجد بقى، الشخصية الرياضية الأولى في مصر. برضو الرياضية يا أستاذ أنور، ما احنا هنقول كله، هنقول كله الرياضية الحمد لله. لا بس أكيد في شخصية رياضية أو شخصيات رياضية كتير متميزة الحمد لله. مين بقى؟ اتفضل انا سايب لك هذه المساحه. يعني مين يعني؟ احنا عندنا نجوم كتير بره، ما عندنا محمد صلاح، يعني عندنا لو هنتكلم عن الرياضه مصر كلها ما تعرفش محمد صلاح. وطبعا عندنا بيج في لعيبه محترمه لا والله. لا ومش الرياضه مش كوره بس، عندنا بيج رامي. في بيج رامي، لا في عندنا حقيقي ابطال في الالعاب الفرديه، ناس محترمه وناس ممتازه، وحقق مصر ميداليات، وحقق مصر نصر كبير جدا واضوا مش عليه. وان شاء الله قريب في كاس العالم لكره اليد هيتعقد ان شاء الله في مصر. طيب الشخصيه الفنيه، الشخصيه الفنيه والله استاذ انور في كتير قوي في الشخصيه الفنيه، لكني يعني الله يرحمه محمود ياسين انا هختار هو شخصيه هذا العام ونهدي لروحه. طبعا فقدنا شخصيات كتير هذا العام، هذا الفنان المحترم، وفقدنا الفنان محمود ياسين عليه رحمه الله، فقدنا الفنانه رجاء الجداوي، وكثير من الشخصيات وفي المجالات اخرى كمان. وفي المجال الفني في شخصيه مهمه برضو يا استاذ، اسمه واحد كده اسمه مفتاح ابو طاقيه، يعني ادوا له اي مساحه. يعني انت تخش في الفن والاعلام والثقافه والرياضه، لو ادرب المنتخب من بكره اهو بايظ هتيجي عليا. طيب تعالى نروح بقى للمجال الايه بقى الـ ولا بلاش عشان نروح سلام. هو اهم حاجه الوجبه والظرف هيجوا امتى؟ لا ده بعد ما نخلص. طيب الحمد لله بعد ما نخلص على الهوا. طيب انا عاوزك كده يعني تقول لنا كده رساله للناس عن 2020 وتمهيدا ل 2021. انسوا 2020 واجهزوا ل 2021 بكل سلبياتها، وان شاء الله ربنا يسترها معانا باذن الله. خافوا على بعض وحبوا بعض، لان بكره ممكن ما يتلاقيش بعض، الموضوع ينتهي ويخلص كان يا مكان. في حدث هو اهم احداث 2020 ومحدش خد باله ولا حد اتكلم عليه، واحنا كمان ما اتكلمناش عليه. عارف ايه هو؟ الا وهو الاختراع اللي انت اخترعته يا استاذ انور. بلاش انا جدعان متواضع، انا متواضع. شوف هو الاختراع ده من شأنه يقضي على حاجه اسمها الفيروس بتاعكم ده، هو فيروس كورونا. هحاول اشوفه معايا ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. طب بص، هو انا جبت بتاع الناموس، وهو الناموس من الفيروس، اهو الاثنين ماشي، ودي هيدالك كده في اخر الحلقه، يعني حاجه كده من ريحتي. يعني ده الاختراع؟ ده عشان الناموس، اصل الفيروس ما اتنالوش يعني. وخليتنا اقول للناس كده والناس، يعني العالم كله ما فلحش يطلع له دواء، مفتاح اللي هيطلع له ده عشان الناموس بيقرص فياخد كده. ما في لقاح الوقت نزل خلاص. اما يتجربوا يعني، هو 4 سنين، قال لك هقعد 4 سنين نشوف. انت إن شاء الله هتتلقح؟ ما عشان ما اكملش 4 سنين. الله، بقول لك ايه، عايزين نروح يا عم انور. طيب في حاجه ثانيه عاوز تقولها؟ لا اقول انا بقى، عاوز بس الاناقه بتاعتي بس. اقول انا بقى؟ اتفضل. طيب اعزائي المشاهدين، احنا خلال سنه 2020 في اخرها في شهر 11 بدانا معاكم موسم جديد، الموسم الثالث من برنامج سبوتس، وكان المره دي من خلال قناه الصحه والجمال. في الحقيقة أنا حابب أشكر كل فريق العمل وكل الناس اللي ورا الكاميرات وكل الناس اللي في الكنترول بقيادة المخرج وليد عمارة، يعني بشكر كل الناس اللي موجودة في شركة كونسبت بقيادة عبد الرحمن سالم، الإعلامي عبد الرحمن سالم، والأستاذ عبد الله ومحمد فايز ورنا فايز كمان اللي معانا في الإعداد، وأحمد نبيل مانجا ومحمد ياسر، وبشكر كل الناس. ما حدش يزعل مني إذا ما قلتش كل الأسماء، أنا بشكر كل الناس اللي اشتغلت معانا على مدار كل الحلقات اللي فاتت في 2020 ومكملين إن شاء الله معانا في 2021. أنا هاخد من كلام مفتاح اللي قاله من شوية، كان بيتكلم بيقول حبوا بعض، خافوا على بعض، امسكوا إيدين بعض، اللي يقدر يسند حد يسنده أو يزقه لقدام. بوظت الشغل اللي بعمله الحمد لله والشكر لله.
فبقول لحضراتكم اجبروا الخواطر، اجبروا الخواطر، واي حد محتاج مساعده، محتاج نصيحه، محتاج دفع للامام زي ما هو بيقول، ندفعه للامام، نشجعه، نقومه زي ما قلت الحلقه اللي فاتت، نقومه قبل ما نقيمه. في ناس مش محتاجه نقول له انت كويس وانت وحش، محتاجه نقول له كمل، محتاجه نقول له والله في نقطه ممكن نشتغل عليها مع بعض او تشتغل عليها لوحدك وكمل عشان تظبط امورك وتصلحها. لكن محدش يقف يقول لا ده ما ينفعش، لا ده غلط. الكلام ده يا جماعه صعب جدا، صعب جدا، صدقوني بيفرق كتير، يفرق انك تعمل ده ويفرق انك تعمل ده. استاذ مفتاح، شوف يا استاذ انور، اتفضل. اهم حاجه والله جبر الخواطر، روح ربنا يجبر بخاطرك ويجبر بخاطر كل واحد جبر بخاطر حاجه. جبر الخواطر ده اجره عند الله سبحانه وتعالى، الناس تحب بعض وتجبر بخاطر بعض. والله كلام يعني كلام كبير قوي قوي، حلو يا استاذ انور. انت بتتكلم جد اهو. ايوه والله. لا يعني شويه وشويه حسب الحاله النفسيه. احنا النهارده حبينا ان احنا يعني نعمل حصاد للعام 2020، فعشان كده حبينا ما نكونش معاكم ناشفين ونطلع نتكلم بكل حده وكل شده، عشان العام فعلا كان فيه حده وشده، شفنا فيه كوارث، شفنا فيه ضحايا وما زلنا. النهارده لازم نخلي بالنا، وكل واحد لازم يخلي باله من نفسه واسرته. النهارده افتح السوشيال ميديا بتاعتك هتلاقي في كل مكان، في كل مكان حالات وفاه، هتلاقي في كل مكان حالات اصابه، هتلاقي الموت ريحته في كل مكان. خافوا، خافوا من ربنا، وخافوا من اللي جاي، خافوا واحذروا، احذروا عشان محدش عارف عمره ايه، محدش عارف مين اللي جاي، محدش عارف ايه اللي هيحصل. سامحوا بعض. وانا من هنا بقول لكل حد ممكن اكون زعلته او عملت معاه اي حاجه، انا بعتذر على الهوى وانا اسف، سواء في 2020 او قبل 2020، وببرئ ذمتي قدام الناس. وكمان بقول لحضراتكم يعني انا من نفسي بقول انا اسف وبعتذر، واتمنى ان اي حد يسامحني، وانا كمان مسامح اي حد اذاني في 2020 او قبل 2020. خلصت؟ رفع ايده بقاله ساعه. رفع ايدك كده زي التلميذ عندك كده. انا بقى مش مسامح لا في الوجبة ولا في الظرف. الوجبة تيجي الظرف يجي انا بقول مش مسامح. قلنا بعد الحلقه ربنا يسامحنا كلنا. قلنا بعد الحلقه. طيب خلاص باكد. اعزائي المشاهدين، دي كانت اخر حلقه لينا في سنه 2020، وان شاء الله اذا كان لنا عمر واذا كان لنا اجل هنتقابل قريبا جدا في السنة الجاية في 2021. سبوتاتنا النهاردة انتهت، وكان سبوت واحد مع سي مفتاح. سي مفتاح. بشكرك. مفتاح سي عشان بشكرك يا مستر مفتاح. العفو يا ابني، العفو يا حبيبي، العفو يا ابو الانوار، وربنا يا رب ينجح برنامجك دايما، وجمهورك اللي بيحبك يفضل يحبك على طول. وانا شرفت بيك النهاردة وبتشرف بيك على طول. الشرف ليه يا حبيبي، الشرف ليه، وتواضع انت عارف يعني. أعزائي المشاهدين، كنا معكم اليوم في آخر حلقات برنامج سبوتس مع أنور سالم في عام 2020، وبكده نكون خلصنا حلقاتنا في هذه السنة، ونلتقي على خير في حلقات جاية بإذن الله. انتظرونا في العام القادم مع سبوتس مع أنور سالم. وفي الختام، سلام.